إن لم يعيدنا هذا الوباء إلى الله فوالله نحن الوباء وليس كورونا. ذكر الأولى دكتور عن رجل قبل أن يموت أعطى لهذا الدكتور الرقم السري لحسابه في البنك، قال أخرج من البنك كل ما أملك من المال، وكان غنيا، قال وأرجع بها صحتي. صدق الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبينما مات مصاب بمرض الكورونا أرسل الأطباء إلى أولاده كي يأتوا ليودعوه حتى ولو من خلف زجاج، انتظروا هل يأتي الأولاد ليودعوا أباهم وقد أصيب بمرض كورونا. لم يأتي واحد منهم، ودفن وحيدا فريدا دون أن يلقوا عليه نظرة الوداع خوفا من كورونا. صدق الله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.